أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بإقامة المهرجان العربي للكريكت في الفترة من 27 من سبتمبر ولغاية 6 من أكتوبر، مؤكدا سموه أن البحرين سباقة في احتضان مختلف الفعاليات والبطولات والمهرجانات العالمية التي كان لها الأثر الواضح في تعزيز مكانتها على المستوى الدولي. واعتبر سموه أن إقامة هذا المهرجان على أرض البحرين خطوة إيجابية ساهمت في إبراز الوجه الحضاري للمملكة وما وصلت إليه من تطور ونماء في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله عبر المشاريع التنموية التي شهدتها قطاعات المملكة لا سيما على صعيد القطاع الرياضي الذي يشهد نهضة وحراكا كبيرا في شتى الألعاب الرياضية التي استطاعت أن تحصد المنتخبات الوطنية من خلالها العديد من الإنجازات التي رفعت اسم البحرين عاليا في مختلف المشاركات والمحافل الدولية. وقال سموه إن متصفح أوراق التاريخ البحريني في القرن الماضي سيشاهد أن البحرين كانت من الدول الآسيوية التي تشهد إقامة منافسات لعبة الكريكت بفضل وجود الجاليات الأجنبية والآسيوية التي كانت تمارس هذا اللون من الرياضات والتي باتت اليوم إحدى الألعاب الرياضية العالمية التي يتابعها ملايين الجماهير من مختلف أنحاء العالم وتجذب وتستقطب كبرى الشركات الإعلامية العالمية. مضيفا سموه أن البحرين شجعت الشباب على ممارسة هذه اللعبة واتخذت خطوات واضحة لدعمها، مشيرا سموه إلى أن قرار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في عام 2001 بإشهار الاتحاد البحريني للكريكت عزز من اهتمام المملكة بهذه الرياضة. هذا وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة فعاليات اليوم الختامي للمهرجان العربي للكريكت الذي حضره سعادة السفير ألوك كومار سفير جمهورية الهند الصديقة ومجموعة من محبي وعشاق هذه الرياضة. وقد التقى سموه بنجوم السينما الهندية بوليود الذين كانوا مدعوين لحضور منافسات هذا المهرجان متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الفنية. وفي الختام توج سموه الفرق الفائزة بالمراكز الأولى ضمن منافسات الكريكت وقد تسلم سموه هدية تذكارية من قبل اللجنة المنظمة.